كجميع التجار قمنا باغلاق المحلات ديالنا اليوم. كان عبروا على الراي ديالنا وكنستنكروا القوانين اللي جات بها الحكومه فيما يخص الضرائب، فيما يخص الحجز السلع على الطرقات. حقا الحمد لله كاين حوار ما بين تمثيليات الروابط المهنيه والتجاريه اللي كتمثل الصعيد الوطني. كان هناك حوار مع الحكومه توصلت من بعد الحلول اللي حنايا رضينا بها، ولكن تبقى غير كافيه. تبقى غير كافيه علاش؟ لان التاجر كيرفض الماده 145. الماده 145 هي بالنسبه للحوار اللي وصلت به الحكومه ووزاره الاقتصاد والماليه مع التاجر والمهنيين، كتقول حنا غادي نشوفوا الحوار، غنفتحوا باب الحوار في الماده 145 وغادي نشوفوا القوانين التنظيميه ديالها. حنايا كتجار كان عندنا الرفض القاطع لهذه الماده 145. شدينا اليوم باش كنعبروا على الراي ديالنا، لان اصلا التاجر عنده مطالب، ما كيتوفرش على التغطيه الصحيه، ما كيتوفرش على التقاعد، الوضعيه التجاريه مدقدقه، كاين منافسه غير شريفه، فاذا به كيتفاجأ بقوانين نزلت عليه فحال الصاعقه بدون استشاره مع الجهات المعنيه المهنيه والتجاريه. السلام عليكم. حنا شدينا اليوم كنستنكروا هذا القانون اللي خرج ديال الضرائب، وحنا تجار صغار ماشي تجار كبار، يعني كنتضروا بزاف، وهذا الشيء المصلحه العامه. يعني حنايا ما عندناش شي حاجه اللي غنقول لك مضيعين بزاف، عرفت؟ يعني هذا القانون هذا ما خصناش يكون مره، وكنستنكروا هذا الشيء هذا، وحنا عملنا هذا الشيء الاحتجاج. الله يفهموا راسهم ويزولوا هذه الغي، وهذا الشيء هذا القانون اللي خرج يعني مضرين بزاف، لا من ناحيه اي حاجه. حنا كنضموا على حساب شدينا على حساب الاضراب ديال الضريبه. هذا القانون هذا ما نغمناش، ما جاش في المسائل ديالنا، زادوا علينا في الضرائب، مضرين منه. وثانيا كما كنطلبوا هذا الشيء هذا، حنا خصنا نشوفوا المصلحه ديالنا. حنا التجار فين هما التجار؟ حنا راه كنخدموا راسنا بحال اللي بالنار، خانا كيجي كيدي باش يديباني ولاد، واش هذا تجار؟ هذا راه كصبر، هذا ماشي تجار. خانا عنده مترو هنايا كيخلص الضريبه، يخلص الضو، عنده اسره، عنده 6 النفوس 5 النفوس، فين التجار؟ باب السوق مجدوده، الطريق مجدوده، باركي ما كايناش، فين التجار؟ هذا راه ماشي تجار. حنا كنجيو نخدموا على راسنا بحال اللي تقول اللهم نخدم راسي ولا نمشي نخدم مع بنات. 100 درهم ديالك كتجي ديها لراسك، تحارب بطاله بيدك والدوله تهنى منا. صافي ما كتعطينا والو، حنا ياك دي منا الضو، دي منا الضريبه، دي منا اي حاجه، بالنسبه للدوله ما كتحقق لنا والو. فالناس على برا كتخلص، ولكن الدوله القوانين ديالها مضمونه. احنا كدفع وهما ما يعطيوكش، كدفع ولكن ما يعطيوكش، ما كايناش شي حاجه. اذا حنايا نخلصوا الواجبات ديالنا بحق دعوتني الدوله، خصها عاوتاني عاود تشوفنا المسائل ديالنا، ماشي هي عد ديننا، ولكن احنا مشينا شحال هادي وباقا الصوره واقفه والسال. حنا نشوفوا تشوفنا المصالح ديالنا، حنا نخلصوا الواجبات ديالنا، نخلصوا الضرائب ديالنا مع وطن، نخلصوا هادي. وكاينه واحد الحاجه اخرى، المسائل كيقول كيمثلوا المسائل الرابطاس، اي من الرابطاس عندنا الرابطاس، ولكن ما كيهتموش بينا حنا، ما كيجيش الرابطاس مولي الحوانس، الرابطاس حسي كيدخل كيشوف المصالح ديالو خاصه، هذا السي فلان صاحبي وهذا صاحبي وهذا صاحبي، كيمشي تما باش يستقبلوا هذا فلان المسؤول وهذا فلان، ولكن بالنسبه حنا عاديين المواطنين عاديين ما كيدوهاش فينا. ها هو كينوب عليا، ولكن عمره ما يجيب لي شي ورقه يقول لي غدا عندنا الشماع او غدا عندنا هادي او غدا. اذا لا عندنا الرابطه، خصوناش هو رابطه مسؤول علينا ماشي يوصل الهضره ديالنا، اذا خصو يجي عند التجار يهضر معاهم، ما كيجي عندنا حتى شي واحد. ملي كتقرب انتخابات هي كيجون عندنا، يلا نصوتوا على فلان، بحق باش يجي شي واحد يهضر معنا منطقيا ما كايناش. اذا حنا خصنا نشوفوا المصلحه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هروج محمد سعيد، رئيس رابطه التجار وحرفي سوق الحي الجديد كصاب طنجه. السبب اللي جعلنا اننا ما نخرطوش في هذا الاضراب هذا هو ان الجهات الداعيه له كتبقى جهات ما معروفاش، من ناحيه هذه الاولى. من ناحيه الثانيه لم يكن لدينا اي تنسيق مع اي جهه معينه، او انهم استدعونا ان نجلسوا في هذا الاتجاه هذا ونطرحوا المشاكل اللي عندنا كتجار. فهذا اللي جعلنا اننا نتخوفوا اننا نخرطوا مع جهات لا نعلمها في اضراب معين. هذه من الناحيه الاولى. من الناحيه الثانيه ان الان هنالك من يدعي الاضراب جهه معينه بطريقه تهم معينه، وكاين الناس اللي كيقول لكم ما منخرطينش في الاضراب. وهنا كيبان بان هنالك صراع كنظن انه
ما خصوش يكون باش يكون الجسم ديال التاجر انه ما بقاش جسم متماسك وما تكونش فيه التفريقه. وهذا اللي تفهموه التجار وفتحوا المحلات ديالهم وما انخرطوش في هذا الاضرار. ودائما التاجر كيستغل في واحد المجموعه ديال هذه المسائل. وحنا كنبقاو كرؤساء رابطات او رؤساء جمعيات او اعضاء الغرف او اي حاجه، فخصنا نكونوا واضحين. المسائل السياسيه او الحزبيه الضيقه او النقابيه خصها تخرج من 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 المسائل المهنيه. فكنظن ان التجار كل واحد عنده حريه ديال 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 التحزب في الحزب اللي بغاه، ولكن ما عندوش حريه انه يضر التاجر الاخر بطريقه باي طريقه من الطرق.